شاء الله يا جماعة. اللهم صل على النبي. حتة حلوة يا محترم. الله أكبر ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. الله أكبر ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة ان شاء الله هنعمل فيديو غلة مع بعضينا يا جماعة ان شاء الله في صرف المزارع. انا طبعا بنصطاد بحر وبنصطاد عزب. قناة اسمها منوعات رحالة، انا اخوكم سامي. ان شاء الله انا هنجرب النهاردة في صرف المزارع الصيد بعود 3 متر. هنشتغل بخيط اساسي 35، رمال 25، صنار 2 وصنار 1. الغلة اللي هنعلف بيها هتكون غلة ناشفة شوية، يعني مبلولة مثلا في الحر كده 5-6 ساعات. ومعايا غلة وسط، ومعايا غلة طرية، ومعايا علقة. في معلومة بس اللي هي عايز نضيفها بس في الفيديو ده كله، ان يا جماعة ما تفكروش ان صيد صرف المزارع صيد سهل. هو صحيح في سمك كبير، ولكن السمكة بتعوز محايلة وبتعوز صياد. معانا غمزة ان شاء الله. الصيد يا جماعة في صرف المزارع بيعوز حرفة. ما ينفعش تقعد ساكت كده، لازم تشغل دورة تعمل فيه كل الحيل. عايز تعمل عجينة مثلا بدقيق وردة وعلق وتزفر بيها، اوكي. المهم ان انت تتشقلب في الدور لحد ما تجيب السمك. ان شاء الله انا هنعمل لكم فيديو حلو. متنسوش تتابعونا، ومتنسوش لو اول مرة تشوفونا اشترك عندنا في القناة، ولو عجبكم الفيديو اعملوا لنا لايك. خليكم معانا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم بارك، اللهم بارك يا رب يا كريم. السمكة يا جماعة زي ما انتم شايفين كده لسه طالعة من البخ. انا ما كنتش متعافى عليها خالص والله، يعني كنت بقدر الامكان كنت بنحاول نسايسها، بس هي برضو شلحت. ان شاء الله سمكة كبيرة. يلا مقطوع منها النصيب. طبعا ضيعنا سمكة زي دي مش من نصيبنا، لازم ايه بعد منها كده نيجي ايه كلكعين شوية غلة ومظبطين. المشكلة ان حتى وهي لما انضربت ما غمزتش، ما كانتش غمزه، لان انها مشفشفه طالعه ملطوشه. السمك موجود بس مش عارف، مش مقبل ليه على الصنار بالرغم ان هو في قلب الدور. شويه العلف برضو زي ما شفتم كده. كل دي حاجات لازم تاخدوا بالكم منها وانتوا بتصطادوا في صرف المزارع يا جماعه، او في اي ميه حره. هو ده صيد الغله عامه. يعني من اصعب الحاجات اللي هتقابلك في صيد المزارع ان يبقى السمك بالهبل في الدور وما بياكلش. دي بقى لنا، انا بقى لي ساعه كل ضربه نضيع فيها سمكه، وسمكه كبيره لسه ضرب الحلو ده اهو وطلع ملطوش. عشان بس يا جماعه ايه، انا عايز ناكد لكم ان صيد المزارع والله ما هو سهل.
تنسوش بقى تعملوا لنا لايك. يا صباح الفل، صباح الورد على احلى ناس واحلى رجاله. صلاة النبي، اللهم صل على النبي. أول استفتاح حلو أهو. يا كريم يا رب، سواء نسلك السمكة. طبعا يا جماعة هنا مفيش حاجة اسمها نرش الغلة مرة واحدة، انت طول ما انت قاعد بترش غلة في الدور، طول ما انت قاعد تركز طبعا، تكتر على المراية كل شوية، ايه شوية غلة زي دول وشوية زي دول برضو، ايه في القلبية كده من الغلة الناشفة. بعد ما ترمي غلة ناشفة اديلها برضو ايه كام حباية طرية، بحيث ان هي تاكل لما تقرب من السنار بتاعك تاخده وتايه وتروح. انا النهارده شغال كله على النقره، ما خدتش ولا سحبه صريحه، والسمك اللي دخل على النقره سمك كبير بجد. ايه والله، فالله كريم يا شباب. طبعا انا بما اني في صرف مزارع فلازم نشرح لكم الدنيا ماشيه ازاي، زي ما تعودت معاكم دايما على ايه، على المصداقيه باذن الله. ما شاء الله لا قوه الا بالله، اللهم بارك اللهم بارك يا رب يا كريم. البركة يا جماعة، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. نتاية ده يا جماعة، دي بتبقى طعمها زي العسل. الله كريم.